السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ابطال الناس، يا رب تكونوا بخير، كل سنة طيبين، رمضان كريم عليكم، يا رب تنعاد علينا وعليكم الايام بالخير والمن والبركات يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا ثوابها واجرها يا رب العالمين. انا هشرح لكم النهارده ان شاء الله المحاضرة 13 في مجلس الناس بعنوان البوستشر اند باز اكليبريا. اول حاجه نقول دعاء ما قبل المذاكره. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكه المقربين. اللهم اجعل لساناتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ايه الاوبجكتيف اللي هتكلم عليه النهارده؟ اتكلم عن ايه ديفينيشن اوف الاكوليبريم، يعني ايه اكوليبريم، يعني ايه اتزان، واتكلم ايه العضو في جسمنا اللي مسؤول عن الاتزان، اللي هو اللابرنس، اللي هو الاذن الداخليه. اللابرنس دوت مكون من جزء عظم اللي هو بون لابرنس، جواه ميمبرنس لابرنس، وكأن البوني لابرنس بيحافظ على الميمبرنس لابرنس عشان كده دخله جواه. تمام؟ طيب الميمبرنس لابرنس دوت حافظ برضو على تو ريسبتورز، في تو ريسبتورز موجودين جوه الميمبرنس لابرنس، اسم ريسبتور اسمه ماكولا، هنتكلم على الاستراكشر ميكانيزم اوف ستيميليشن وفانكشن بتاعتها، والريسبتور الثاني اسمه كريست امبوليرس، برضو هنتكلم عليه زي ما هنتكلم على ماكولا بالظبط، وهنتكلم على الافكتس اوف ستيميليشن اوف سيمي سيركل كانالز والنيرفس كونكشن اوف ذا لابرنس والفاستيبولار ديسفانكشن. تمام؟ اول حاجه اتكلم عليها يعني ايه اكليبريم. اكليبريم يعني اتزان، مينز مينتنس اوف ذا اركتيك بوزيشن اوف ذا بودي اند بريفنتنج فولينج وين بودي بوزيشن از تشينجد، يعني انا افضل اتحرك يمين شمال، احرك يعني اغير وضع جسمي، اركب عربيات او مواصلات وانزل مواصلات، كل دوت وانا في اركتيك بوزيشن ما بقعش. مين المسؤول عن انا ما اقعش وافضل في الاركتيك بوزيشن ده بالرغم ان انا بغير جسمي في اتجاه كتير جدا؟ هو اللابرنس، الاذن الداخليه بتاعتي. تمام؟ عن طريقنا عاملين الاكوليبريم، عاملين الاتزان. تمام؟ قلنا اللابرنس ده مكون من بوني لابرنس، وبوني لابرنس دوت اتبدت جواه او جواه ميمبرنس لابرنس. تمام؟ طيب اول حاجه ايه ميمبرنس لابرنس دوت؟ عباره عن كانيرز طالت ان ذا بتروسبورت وذ ميمبر البون. تمام؟ موجوده جوه البتروسبورت وذ ميمبر البون، امبيدد ان ذا بوني لابرنس، جوه البوني لابرنس دوت ميمبرنس لابرنس. تمام؟ جوه بقى الميمبرنس لابرنس ده عندي فلويد، فلويد ده بسميه اندوليمف. الاندوليمف دوت سيميلر تو انترا سيلولار فلويد، بالرغم الاندوليمف دوت هو اكسترا سيلولار فلويد ولكنه زي الاتروسيفر بالظبط. ليه بقى؟ لان عندي المين انتراسيكتاين فيه هو البوتاسيوم. تمام كده؟ تمام. ما بين بقى البوني لابرنس والميمبرنس لابرنس ده برضه عندي فلويد بسميه البيريليمف، البيريليمف دوت سيميلر تو اكسترا سيلولار فلويد. تاني انا عندي البوني لابرنس موجود جوه البتروسبورت وذ تمبرال بون، جواه الميمبرنس لابرنس، جوه الميمبرنس لابرنس عندي اندوليمف سيميلر تو الانتراسيلولار فلويد. ما بين بقى البوني لابرنس والميمبرنس لابرنس كانهم عشان ما يحتكوش ببعض عملنا فلويد تاني اسمه ايه؟ اسمه بيريليمف، ده سيميلر تو الاكسترا سيلولار فلويد. تمام؟ طيب تعالى بقى نتكلم على الميمبرنس لابرنس بالتفصيل. بيقول لك انه ديفايدد انتو تو بارتس، مكون من حاجتين، مكون من ايه؟ مكون من اوديتوري لابرنس ونون اوديتوري لابرنس. اوديتوري لابرنس بسميه الكوكلا، الاوديتوري لابرنس الكوكلا ده مسؤول عن الهيرنج اوديتوري. تمام؟ طيب كونتين ريسبتور اورجان فور هيرنج، بيحتوي على ريسبتور عشان اسمع، الريسبتور ده اسمه ايه؟ اسمه اورجان اوف كورتي. تمام كده؟ تمام. طب ده الاوديتوري لابرنس اللي انا هتكلم عليه النهارده، ده الاوديتوري، ده الفيستيبولار سيستم، الفيستيبولار سيستم ده مسؤول عن الاكوليبريم اللي هتكلم عليه، فور اكوليبريم اند اس فورمد اوف، بيكون من ايه بقى؟ النون اوديتوري لابرنس ده بيكون من يوتريكل وساكيول وسيمي سيركل كانيلز. اليوتريكل ساكيول دول بيحتوي على الريسبتور اللي سميته الباكيولا، عشان انا قلت انا عندي الميمبرنس لابرنس ده فيه تو ريسبتورز صح، وخصوصا خاصيت فيه النون اوديتوري لابرنس، انا مش هتكلم على الاوديتوري خالص، لان لما جيت اقول ان عندي تو ريسبتورز موجود جوه الميمبرنس اقصد بيه النون اوديتوري بارت من الميمبرنس. تمام؟ اليوتريكل وساكيول جواهم الماكولا. تمام؟ طب سيمي سيركل كانالز جواهم ايه؟ جواهم الكريست امبوليرز، هي الفضله. تمام؟ طب انا عندي سيمي سيركل كانالز، عندي 3 سيمي سيركل كانالز متوزعين في الثري بلينز بتوعي. تمام؟ عشان عندي ثري بلينز، عندي انتيرو فيرتيكال وبوستيرو فيرتيكال وهورزونتال، بالتالي عندي ثري سيمي سيركل كانالز متوزعين في الثري بلينز دول، عندي انتيرو فيرتيكال سيمي سيركل كانال وبوستيرو فيرتيكال وهورزونتال فيرتيكال. تمام؟ طب الهورزونتال كانالز ديت اللي هي الهورزونتال، مش انا عندي انتيرور وبوستيرور وهورزونتال، بيقول لك ان الهورزونتال كانال دي لو جيتي شفتيها عامله مع الهورزونتال برين زاويه ايه، هتلاقي عامله زاويه 30 درجه. تمام كده؟ تمام. واتش سيمي سيركل كانال، كل سيمي سيركل كانال عامله مع الكانال اللي جنبها زاويه 90 درجه، رايت انجل. تمام؟ تمام. هو بيقول لك اتش سيمي سيركل كانال، كل سيمي سيركل كانال هاز دايليتد اند، هاز دايليتد اند، فيها دايليتد اند في نهايتها كده، بسميها الامبوله. الامبوله دي بقى هي اللي جواها الكريست امبوليرز، الريسبتور بتاعي سميته كريست امبوليرز. تعال نشوف الكلام دوت على الصوره. انا اتفقت معاك ان الميمبرنس لابرنس ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اوديتوري لابرنس ونون اوديتوري لابرنس. الاوديتوري لابرنس مسؤول عن الهيرنج، في الريسبتور بسميه اورجان اوف كورتي، ده مسؤول عن الهيرنج. تمام؟ مش هتكلم عليه خالص، هتكلم على النون اوديتوري لابرنس او الفيستيبولار سيستم. بيتكون من ايه؟ بيتكون من ساكيول ويوتريكل اللي قلنا عليهم، ادي ساكيول وادي اليوتريكل، دول جواهم ريسبتور اسميه الماكولا، وعندي 3 سيمي سيركل كانالز،
في عندي فوق بس هي متداريه، عندي هنا الانتيرو فيرتيكال والبوستيرو فيرتيكال سيمي سيركل كانال والهوريزونتال سيمي سيركل كانال، واتفقنا انا عندي كل كانال عامله زاويه مع كانال جنبها ايه زاويه 90 درجه رايت انجل، وقلنا الهوريزونتال سيمي سيركل كانال عامله زاويه مع الهوريزونتال بلين زاويه 30 درجه، وقلنا انا عندي كل كانال بتنتهي بدايليتد اند بسميها الامبوله. تمام كده، يبقى كل كانال بتنتهي بايه بدايليتد اند بسميها الامبوله، جوه الامبوله دي الريسبتور بتاعي اللي سميته كريست امبوليرز. تمام يا ولاد؟ تمام. تعالى بقى نتكلم على الامبوله وكريست امبوليرز دول بالتفصيل. اول حاجه اتكلم عليها هي قصدي هتكلم على الماكولا والكريست امبوليرز بالتفصيل. اول حاجه اتكلم عليها الماكولا، احنا اتفقنا الماكولا دي موجوده فين؟ الماكولا دي موجوده في اليوتراكيل وساكيول، صح كده؟ تمام. الاستراكشر بتاعه مكون من ايه؟ مكون من ريدج اوف كولامينر ابيثيل هيرسل، هتلاقي ريدج كده صف من الكولامينر ابيثيل هيرسلز، الهيرسلز ديت موجوده جوه الشريترس ماتيريال. تمام، جوه الشريترس ماتيريال دي هتلاقي حاجه اسمها كالسيوم كربونيك كريستلز. تمام، يبقى انا عندي ريدج اوف كولامينر ابيثيل هيرسلز ماشي صف من الخليه موجودين جوه شريترس ماتيريال، وجوه شريترس ماتيريال دي عندي حاجه اسمها كالسيوم كربونيك كريستلز سميتها ستاتوكونيا اوتوكونيا اوتوريسيس. تمام، طيب بقول لك انا عندي كالسيوم كربونيك كريستلز زياده السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 3 مرات قد السراوندنج. تمام تمام، طب انا لو جبت واحده من الهيرسل دول وكبرتها هلاقيها متكونه ايه؟ هلاقيها متكونه من فيلامنتس. تمام، هلاقيها متكونه من فيلامنتس او سيليا متكونه من 40 ل 70 ستيريو سيليا واند وان لارج كاينو سيليا مكونه من مالتيبل سمول سيريو سيليا اللي هو من 40 ل 70 وان لارج كاينو سيليا. يعني مالتيبل سمول ما هم هتلاقيهم هنشوف شكلهم دلوقتي اللي هو مالتيبل عشان هم من 40 ل 70 طبعا كتير، مالتيبل وسمول اللي هم صغيرين كده وان لارج كاينو سيليا. تمام كده، تعالوا الكلام دوت على الصوره، ادي دي ايه؟ دي الماكولا. تمام تمام كده، الماكولا دي قلنا موجوده فين؟ موجوده في اليوتريكل وساكيول، ما ننساش الماكولا موجوده جوه اليوتريكل وساكيول. والكريست امبوليرس موجوده فين؟ موجوده في الدايليتد انت بتاع سيمي سيركل كانالس اللي سميتها امبول. تمام، هي كريست امبوليرس موجوده في الامبول. تمام، طيب الماكولا دي قلنا موجوده في الريتروك ساكيول شكلها عامل ازاي؟ مكونه من ريدج اوف كولامينر ابيثيل هيرسل، ادي الريدج بتاع الكولامينر ابيثيل هيرسلز دي، الهيرسلز دي امبيدد ان شريترس ماتيريال موجوده جوه شريترس ماتيريال، شايفين ده؟ دي شريترس ماتيريال، وجوه شريترس ماتيريال شايفين النقطه السوداء السمراء دي؟ دي ايه؟ دي كالسيوم كربونيك كريستلز. تمام كده، الكالسيوم كربونيك كريستلز سميتها ايه؟ سميتها اوتوكونيا ستاتوكونيا او اوتوريسيس، وانا سبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 3 مرات قد السراوندنج. تمام كده، ونعرف ايه اهميه الموضوع دوت. تمام، وبعد كده قلنا لو جبنا هيرسل من ديت وكبرناها شوف شكلها يبقى عامل ازاي، شكلها يبقى عامل كده، شوف شايفين مكونه من ايه؟ مكونه من مالتيبل سمول، شايفين صغيرين اهو، مالتيبل وسمول ستيريو سيليا من 40 ل 70 وان لارج كاينوسيليم واحده وكبيره اهي اللي اسمها ايه؟ كاينوسيليم. تمام كده، تمام، متصل بيه الماكولا ديت ايه؟ مكونه متصل بيها الفيستيبولار نيرف. تمام كده، متصل بيها الفيستيبولار نيرف فايبر. تمام، يبقى دي ايه؟ دي اتكلمت على الماكولا الموجوده في اليوتريك وساكيول عباره عن ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ شكلها ريدج اوف كولامينر ابيثيل هيرسل امبيدد ان جلاتس ماتيريال، وجوه شريترس ماتيريال دي كالسيوم كربونيك كريستلز، كالسيوم كربونيك كريستلز دي بسميها اوتوكونيا ستوكونيا او تروسيس، السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 3 مرات قد السراوندنج. تمام، لو جبت هيرسل دي وكبرتها هتلاقي مكونه مالتيبل سمول ستيريو سيليا عددها من 40 ل 70 ومول درجه كاينو سيليا. تمام، ومتصل بالماكولا دي عندي ايه؟ مكون متصل بيها الفيستيبولار زي ما احنا لسه قايلين، ثواني، متصل بيه الماكولا ديت الفيستيبولار نيرف فايبر. تمام كده، طيب تعالى نعرف الميكانيزم اوف ستيميليشن، ازاي اعمل ستيميليشن للهيرسل ديت؟ يعني الهيرسل ديت اعملها ستيميليشن ازاي؟ هو انا لو عملتها ستيميليشن اصلا هستفاد ايه؟ هستفاد بيها الفانكشن بتاعتها اصلا، لسه هنتكلم على الفانكشن بتاعتها دلوقتي في السلايد الجاي، بس تعالى نشوف اصلا ميكانيزم اوف ستيميليشن، ازاي اعملها ستيميليشن؟ اعملها ستيميليشن الهيرسلز ار ستيميليتد وان ستيريوسيليا بين سوارد كاينوسيليا، بعمل ستيميليشن لما الستيريوسيليا اللي هو المالتيبل وسمول دول تبند تميل ناحيه الكاينوسيليا. تمام؟ مش هي مالتيبل وسمول والكاينوسيليا وان لارج، طبيعي ان السمول تروح للارج، الصغير يروح للكبير، ده الاحترام بتاعنا ان الصغير يروح للكبير. تمام، يبقى عندي بتحصل ستيميليشن امتى؟ لما الستيريوسيليا تبين ستوارد الكاينوسيليا. طب ايه اللي يخليها تبين انها تميل ناحيه الكاينوسيليا؟ الويت بتاع الاوتوكونيا او الستاتوكونيا، مش احنا قلنا الاوتوكونيا او الكالسيوم كربونيك كريستلز ديت السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 3 مرات قد السراوند كانت تقيله، صح؟ طب تقيله ليه؟ تقيله عشان تحرك الستيريوسيليا وتخليها تبين ستوارد الكاينوسيليا، ومساعتها تحصل ستيميليشن للهيرسل دي. تمام كده، تمام. طب لو حصل العكس ان الكاينوسيليم دي هي البنت توارد الستيريوسيليا هيحصل ايه؟ هيحصل انهيبيشن. تمام كده، طيب يبقى عندي كريسمو ستيميليشن، هيحصل ستيميليشن للهيرسل دي ازاي؟ لما الستيريوسيليا اللي عددها كتير جدا تبنت توارد الكاينوسيليا من الصغير يروح للكبير. طب هتبنت ازاي؟ باي ذا ويت اوف اوتوكونيا، الاوتوكونيا دي هي هتحركهم. طب طبيعي برضو ان بيندنج اوف كاينوسيليا توارد ستيريوسيليا، لو حصل العكس كاينوسيليا هي اللي توارد بيند توارد ستيريوسيليا يحصل انهيبيشن اوف ذا هيرسل. تمام كده، طيب انا هستفاد ايه بقى لما يحصل ستيميليشن هيرسل ديت؟ الفانكشن بتاعتها هيحصل، هعرف ديتكشن اوف بوزيشن اوف هيد ان ذا سبيس، هعرف وضع راسي في الفراغ، اورينتيشن اوف ذا هيد ان ذا سبيس، يعني انا مثلا ميلت راسي قدام دلوقتي. تمام، ايه هي الريسبتور اللي استقبلت الموضوع دوت؟ الماكولا. تمام، الريسبتور هي الماكولا،
عن طريق ان انا عملت ستيميوليشن لايه للهير سيلز. لو عملت ستيميوليشن للهير سيلز الموجوده جوه الماكيولا دي حسيت واستقبلت ان انا مايل راسي قدام. تمام. طب ازاي ايه اللي هيحصل؟ الماكيولا دي الهير سيلز الموجوده جواها مش موجوده كلها جنب بعضها كده، يعني ايه مش واخدين صف كده جنب بعض. لو ناخد بالنا في الصوره كانت قبلها دي، هي عشان بس الصوره واخدينها كات سكشن، مش يعني مش بصوا اهي الصوره دي واخدينها كات سكشن، مش موجوده يعني مش واخده 3 دي يعني، عشان كده مش هتبان قوي. بس انا عندي ايه، لو خدتوا بالكم ان انا عندي الهير سيلز دي، قصدي الهير سيلز دي واحده موجوده حب موجودين قدام. طبعا هم اكتر من كده، ده بس بصوره يعني بيوريك عندي الهير سيلز حب موجودين قدام وحب موجودين ورا، وتلاقي حب موجودين في اليمين وحب يعني لو كان في شمال بقى 3 دي كنا هنشوف الشمال. تمام كده. طب ليه هم موجودين في الديفرنت دايركشنز كده؟ لان انا وارد احرك راسي قدام او احرك راسي ورا او احرك راسي يمين او شمال. فلما احرك راسي قدام هيحصل استيميوليشن هير سيلز الموجوده قدام. تمام كده. ويحصل استيميوليشن هير سيلز الموجوده قدام، بالتالي هيحصل استيميوليشن بعدها للفيستيبولار نير فايبر. تمام. وفيستيبولار نير فايبر ده وديني ايه؟ هيوديني لحته معينه في الكورتكس. تمام كده. تمام. يبقى انا عندي كل لما انا احرك دماغي في كل دايركشن من دماغي، كل يعني كل دايركشن كل اتجاه بيعمل ستيميليشن لبارتيكولار جروب اوف هير سيلز. يعني ستيميليشن لبارتيكولار جروب اوف هير سيلز يعني ستيميليشن للحبه دول بس، مش عامل ستيميليشن لكلهم، لا بارتيكولار جروب اوف هير سيلز اللي موجودين في الناحيه اللي انا بميل عليها. تمام. يبقى عملت قدام هيحصل ستيميليشن لايه؟ للهير سيلز الموجودين قدام. يبقى عندي بارتيكولار جروب اوف سيلز اللي موجوده قدام، وبعدها هيحصل ستيميليشن لبارتيكولار فايبر اوف فيستيبولار نيرف. مش عايز فيستيبولار نيرف، شايفين في فايبرز اهو، في واحده اهي واحده اهي واحده اهي. تمام. تعمل ستيميليشن لبارتيكولار فايبر بارتيكولار فايبر اوف فيستيبولار نيرف. تمام. وبعدها يحصل ستيميليشن كمان لي بارتيكولار اريا ان ذا كورتكس. تمام كده. تمام. تعالى بقى نشوف الكلام اللي احنا قلنا دوت. دلوقتي انا قلت دلوقتي الفانكشن بتاعتها ايه، انا عايز اعرف وضع راسي في الفراغ. بيقول لي عندي اتش ماكيولا، كل ماكيولا الهير ذا ديفرنت هير سيلز، الانواع يعني الاشكال يعني مش الهير سيلز المختلفه فيها وخصوصا الكاينوسيليم يعني موجوده في ديفرنت دايركشنز، موجوده في اتجاهات مختلفه. سو ذات اوف ذم so that some of them are stimulated، عشان كده بعضهم بيحصل لهم stimulation when head bends forward. تمام. اللي هم موجودين قدام بيحصل لهم stimulation لما نميل قدام. others bends backward and so on. تمام كده. تمام. Therefore each position of the head stimulates a particular group of hair cells، عشان كده انا عندي each position of head لما انا احرك يعني كل وضع من راسي بيعمل stimulation ليه particular group of hair cells، وبالتالي يحصل excitation او stimulation برضه particular fiber of the vestibular nerve، وبرضه يحصل stimulation particular area in the cortex. تمام يا ولاد. يبقى انا عندي each position of the head stimulates a particular pathway from the receptor اللي هو عباره عن hair cells تل ذا كورتكس. تمام كده. تمام. تاني حاجه موظفتها اللي هو ايه، ديتكت لينير اكسلريشن رين اكسلريشن ان وان دايركشن، السرعه في خط مستقيم، ان انا امشي في خط مستقيم، يعني انا ماشي على طول على طول على طول على طول على طول. مين اللي يديني احساس انت ماشي على طول يا ميسون؟ هي برضو الماكيولا. تمام كده. ازاي بقى؟ عن طريق بيحصل ديسبيسمنت اوف ذا اوتوكونيا، نفس الحاجه احنا اتكلمنا عليه. مثلا انا مثلا انت ماشي قدام، تمام كده، تقوم الاوتوكونيا يحصل لها displacement in the opposite direction، كأنها بتحاول تقاوم حركتي، انا ماشي قدام فتقاوم حركتي وتقوم ايه، وتقوم راجعه ورا. تمام كده. تمام. يبقى displacement اوتوكونيا يحصل اوتوكونيا in the opposite direction، حسب مثلا انت ماشي قدام هي ترجع لورا، ماشي لورا ترجع تمشي قدام. تمام. وبالتالي لما تتحرك في opposite direction تعمل stimulation ايه particular group of hair cells. تمام كده. تمام. تالت حاجه عندي اللي هو ريسبتورز اوف سام بوستر ريفلكسز، ودي مش هنتكلم عليها لان مش موضوعنا. يبقى دلوقتي كانت على ماكيولا وظيفتها ايه، الماكيولا مانع ستيميليشن هير سيلز موجوده على الماكيولا، اعرف ديكشن اوف بوزيشن اوف هيد ان ذا سبيس، اعرف وضع راسي في الفراغ. تاني حاجه ديكشن اوف لينير اكسلريشن، ما ننساش يا ولاد انا عندي لينير اكسلريشن السرعه المشي في خط مستقيم. تمام كده. لان هنعرف دلوقتي ان كريست امبولارس بديكشن اوف انجولار اكسلريشن، لما انا بلف مين اللي حاسس ان انا بلف؟ هو كريست امبولارس. مين حاسس ان انا بمشي في خط مستقيم؟ هي الماكيولا. تمام كده. تمام. وتاني حاجه عندك ريسبتورز اوف سام بوستشر ريفلكسز. تمام. تاني حاجه بقى نتكلم عليها ايه، كريست امبولارز. الكريست امبولارز دي موجوده فين؟ موجوده في الدايليتد بارت او الدايليتد اند اوف ذا سيمي سيرجر كانيل. دايليتد اند دي كنت بسميها ايه، بسميها الامبوله، جوه الامبوله دي بقى كريست امبولارز. طب شكلها عامل ازاي؟ نفس الماكيولا بالظبط، هنختلف في حاجه واحده. لما كنت بتكلم في الماكيولا قلت لك ان الماكيولا دي عباره عن ريدج اوف كولومنر بيسيل هير سيلز امبيدد ان جيلاتس ماتيريال، موجوده جوه جيلاتس ماتيريال. الجينادس ماتيريال دهيت موجود جواها ايه، كالسيوم كاربونيك كريستلز. قلنا كالسيوم كاربونيك كريستلز ديت الويب بتاعها ايه، 3 مرات قد السراوندنج. تمام كده. طب ليه كان اصلا كان موجوده وليه الويب بتاعها اكتر من 3 مرات من اللي حواليها؟ عشان تحرك الهير سيلز دي وتخلي الستيريوسيليا تبنس توارد كاينوسيليا. تمام كده. يعني هي اللي كانت مسؤوله انها تحركهم، بالتالي كانت مسؤوله انها تعمل ستيميليشن. تمام. هنا بقى انا عندي كل حاجه
سوري يا ولاد، انا عندي نفس الموضوع بالظبط، انا عندي ريدج اوف كلام من رقبه الهيرسلز، وعندي برضو جيلاتس ماتيريال، بس ما عنديش كالسيوم كربونيك كريستلز. امال مين هيحرك الهيرسل ويعملها ستيميليشن؟ الاندوليمف. تمام تمام عشان ايه دلوقتي نفرق يا ولاد، انا عندي الماكولا مين كان بيعمل ستيميليشن هير سيلز وبيحركها ويخلي السيلز تبين توارد ذا كاينوسيليم، او يحصل ستيميليشن او تخلي الكاينوسيليم تبين توارد ذا سيلز يحصل انهبيشن، هو الاوتوكونيا. تمام كده، او كاسب كاربيك كريستالز. طب هنا مين بيعمل ستيميليشن هير سيلز ويخليه يتحرك السيلز توارد الكاينوسيليم ويحصل ستيميليشن ليها؟ هو الاندوليمف. تمام يا ولاد، تمام. يبقى عندي الاستراكشر بتاع ايه، فورمد اوف ريتش اوف كولومنر ابيثيل هير سيلز، مكونه برده من ريتش اوف كولومنر ابيثيل هير سيلز كفرد ويز جيراتس ماتيريال، نفس الحاجه جيراتس ماتيريال، جيراتس ماتيريال بسميها هنا ايه الكوبيلا. تمام كده، الكوبيلا بروجيكتس فروم ذا كريستا، الكوبيلا دي طالعه من الكريستا امبولاريس تو ذا اوبوزيت وول اوف ذا امبولا، يعني ايه طالعه من اولها لاخرها. لو مثلا هنشوفها في الصوره اللي بعدها، بس خلينا مثلا ناخدها من اولها كده، مثلا ايه ده مثلا درس التراو ماشي كده، دي كريستا امبوليرز، تلاقي ان ان ان, إن القبيله دي بروجكتس فورمز كريستا طالعه من الكريستا توز اوبز وطالعه كده، يعني واخدها كلها. تمام كده، ليه ان فورمز موفبل بارتيشن، عشان تكون موفبل بارتيشن يتحرك لما يحصل لها ووتش كان بي ديسبليس، تتحرك باي ذا موفمنت اوف اندولينف، تتحرك لما الاندولينف يحركها. مش احنا قلنا ان الاندولينف دوت هو اللي يعمل سبيشال هيرسل؟ اه لازم. خلي بقى القبيله، ما احنا لما سأدي القبيله اهي، تمام كده القبيله دي هنلاقي ايه، هنلاقي هنا الهيرسلز. تمام كده، لما انا احرك القبيله هتحرك معاها ايه، هتحرك معاها الهير سيل وسيحصل ستيميليشن. تمام كده يا ولاد، تمام. نفس الحاجه لو جبنا جبنا هير سيل منهم وكبرناها، لقيها مكونه من ايه، نفس الحاجه لقيها مكونه من مالتيبل سمول سيليوم 70 من 40 ل 70 وان لارج كاينوسيليوم. تمام كده، طيب بيقول لك كاينوسيليا اوف ذا سيلز اوف ذا هورزونتال كريستا، الكاينوسيليوم اللي موجوده في الهورزونتال سيمسيركال كانالز، او موجوده يعني هورزونتال سيمسيركال كانالز موجود فيها هورزونتال كريستا او هورزونتال كريستا امبوليرز. تمام، الكانالز اللي بقى الموجوده في الهورزونتال كريستا دي بتلاقيها ان لوكيتد توار ذا يوتريكل، موجوده ناحيه اليوتريكل. مش احنا قلنا ان الكالسا ان الكالسا سيمسيركال كانالز دول بيفتحوا بدايركتد ان بسميها الامبولا على اليوتريكل، ما هم لو شفناها هنلاقي ان الامبولا دايركت بورد دي فاتحين على اليوتريكل على طول. تمام تمام، فبيقول لك ان انا عندي الكاينوسيليوم موجوده في الـ في الـ في الهورس في الهورزونتال كريست دي ار لوكيتد توارد ذا يوتريكل، موجوده ناحيه اليوتريكل. تمام كده، انا عندي ناحيتين، موجوده في ناحيه ناحيه اليوتريكل وفي ناحيه ناحيه السيميسيركال كانالز، بقيه السيميسيركال كانالز فاتحين برضو مع بعض. تمام، فانا عندي الكاينوسيليوم موجوده في الهورزونتال كريست دي فاتحه لوكيتد توارد ذا يوتريكل. تمام كده، ويرس على عكس بقى ان الفيرتيكال كريستا الكاينوسيليوم موجوده فيها توارد لوكيتد توارد ذا كانال سايد. تمام كده، طيب تعالى بقى نشوف كده الاستراكشر بتاع الكريست امبوليرز بتكلم عليها دي. بكون قلت الكريست امبوليرز دي موجوده ايه عامله ازاي، قلنا الكريست امبوليرز دي مكونه برده نفس حاجه من ريدج اوف كولومنر ابيثيل هير سيلز، ادي ريدج اوف كولومنر ابيثيل هير سيلز، ادي هير سيلز اهو امبيدد ان جيلاتس ماتيريال، موجوده جوه جيلاتس ماتيريال اسمها ايه، اسمها الكوبيلا. تمام كده، ما عنديش هنا كريستم كاربونيك كريستالز خالص، عندي هنا ايه، عندي هنا اندوليمف. تمام، وكده قلنا ان الكريستم كاربونيك كريستالز ديت، ادي مثلا تعالى نشوف ادي كريستم قصدي بعد كده قلنا معلش سوري، بعد كده قلنا ان الكوبيلا ديت للجيلاتس ماتيريال ما عامله ايه، عامله موفبل بارتيشن طالعه من اول الكريستا لحد فوق، عشان تعمل ايه، عشان تعمل موفبل بارتيشن كان بي ديسبليس تتحرك باي ذا موفمنت اوف اندوليمف. تمام كده، تمام. وطبعا احنا متفقين ان عندي جوه الكوبيلا دي ايه اللي هو الهير سيلز اهي. تمام كده، اهي الهير سيلز الصغيره جوه موجوده جوه الكوبيلا اهي. تمام كده، لما انا احرك الاندوليمف يقوم الكوبيلا تتحرك هي كمان، وتحرك الايه، تحرك الهير سيلز الموجوده جواه ويحصل ستيميليشن. تمام كده، تمام. تعالى نشوف برضو ميكانيزم اوف ستيميليشن، ازاي يحصل ستيميليشن، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الماكينه بالظبط. الهير سيلز ار ستيميوليتد، الهير سيلز بيحصل لها ستيميليشن لما الاستيريوسيليا تبنت توارد الكاينوسيليا، تميل ناحيه الكاينوسيليا. تمام، due to bending of cobula which results from movement of endolymph. تمام، هو اصلا الاستيريوسيليا دي ايه اللي خلت اللي خلاها تتحرك ناحيه الكاينوسيليا، حركه الكوبيلا. طب مين هيحرك الكوبيلا؟ هو الاندوليمف. تمام تمام، طب يقول لك بقى هنتكلم على الهورزونتال كانالز، ذا ان هورزونتال كانالز ذا كريستا از ستيميوليتد وين ات بينتس توارد ذا يوتريكل. نفتكر بقى كده بالراحه، احنا قلنا ايه، احنا قلنا لو نفتكر في الصيد اللي فاتت قلنا ان انا عندي في الهورزونتال كريستا في الهورزونتال كريستا موجوده جوه الهورزونتال كانالز. تمام كده، بيقول لك ان ذا هورزونتال كانالز ذا كريستا اللي يعني هورزونتال كريستا، لو نفتكر قلنا في الهورزونتال كريستا الكاينوسيليوم كانت موجوده ايه، لوكيتد توارد ذا يوتريكل، صح؟ نفتكر كده مع بعض، انا قلت في الهورزونتال كريستا او في الهورزونتال سيميسيركال كانالز جوه الكريستا، يعني قلنا ان الـ ان السبيدات ان كاينوسيليوم لوكيتد توارد ذا يوتريكل. تمام كده، تمام. وبالتالي انت يحصل ستيميوليشن للهيرسل دي، احنا بنقول يحصل ستيميوليشن لما الاستيريوسيليا تبين توارد الكاينوسيليوم، يعني ايه، يعني الكاينوسيليا تبين توارد ذا يوتريكل.
فاهمين يا ولاد؟ انا قلت ان يحصل ستيميليشن لما الاستريس يليق تبين زوار ده كاينوسيليا، تمام؟ واحنا متفقين في الهورزونتال كريستا او هورزونتال كانالز ان الكاينوسيليا موجوده توار ذا يوتركل، يعني هنا اليوتركل اهو، بالتالي امتى يحصل ستيميليشن؟ هنقول بقى ستيميليشن بالنسبه لليوتركل، يعني عندي ستيميليشن للاستريسيليا توار ذا كاينوسيليا، تمام؟ طب انا عايز اقولها بالنسبه لليوتركل لما الكاينوسيليا تبنت زوار ذا يوتركل، تمام كده؟ تمام. تعالى نقرا كده ان هورزونتال كانال ذا كريستا از ستيميوليتد، كريستا هيحصل ستيميوليت امتى؟ وين ات بنتس توورد ذا يوتركل، احنا اتفقنا هيحصل ستيميوليشن لما انتبه ناحيه اليوتركل لان الكاينوسيليم موجوده ناحيه اليوتركل، فلما الستيروسيليا تقوم ميلاها تاخدها ناحيه اليوتركل وبالتالي يحصل ستيميوليشن، فاهمين؟ هنقولها برده على الصوره دلوقتي. which in vertical which in vertical canal the crest is stimulated when it bends away from the uterine. يعني احنا اتفقنا برضو ان انا عندي هو كلها على فكره نركز بس هي الكاينوسيليا موجوده فين، وبعدها احنا خلاص احنا نقول حسب هتبند ناحيه ايه. احنا تعالى نرجع تاني، بس مفيش صوره هنا، طب كده نشوف بس في صوره في الجايه ولا لا. او في صوره، خلينا نقولها هنا عشان ايه، عشان انتوا ما تتلخبطوش. احنا قلنا بس كده نسمي الله، احنا قلنا ان انا عندي اسم دوت الكاينوسيليا، لا خلينا مثلا ناخد الصوره الثانيه عشان الصوره الثانيه كان فيها الهير سيلز موجوده. ايه الصوره هي؟ تمام. بصوا يا اولاد برضو الحته دي سهله وبسيطه، احنا قلنا انا عندي دي الهورزونتال، دي كده ده الهورزونتال سيمي سيركل كانالز موجوده جوه ايه الهورزونتال كريستي، الهورزونتال كريستي امبولاريز يعني، تمام؟ بس احنا اختصرناه وقلنا هورزونتال كريستي، تمام. هورزونتال كريستي اللي هي الكريست امبولاريز يعني دي ايه، دي معموله عامله ايه، مكونه من ايه، مكونه من اللي احنا قلنا مكونه من السيلز وعليها الكوبيرا، تمام كده؟ فاهي ادي الكوبيرا وادي الهير سيلز، تمام كده؟ واحد دوت اليوتركل، دوت ايه اليوتركل، احنا قلنا ان السيلز اصلا السيلز كانالز فاتحين على اليوتركل بودايليتد بارت، تمام كده؟ ادي دوت الدايليتد بارت وادي دوت اليوتركل، تمام كده؟ اما دي ايه، دي ناحيه الكانال سايدز، تمام كده؟ تمام. انا هنا فين؟ انا في هورزونتال، تمام. يحصل ستيميليشن امتى يا اولاد للهيرسل ديت؟ لما الستيريوسيليا تبين توارد ذا كاينوسيليا، وبالتالي يحصل ستيميليشن امتى؟ لما الكوبيلا تميل ناحيه اليوتركل، تمام كده؟ عشان لما اجي اقول لك ان الاندولينف اتحرك كده فياخد الكوبيلا ويحركها كده، وبالتالي يحصل ستيميليشن للناحيه دي اللي هي مثلا دي، مثلا دي ناحيه اليمين، وبالتالي كده احس ان انا بلف ناحيه اليمين، تمام؟ هنتكلم عليها دلوقتي، تمام. ومع ذلك مثلا هو ماشي كده اهو، فياخد ايه، هياخد الناحيه ديت ويعمل لا يحركها كده، لما يحركها كده ايه ده away from the uterine، يعني حركنا الكاينوسيليم towards the stereocilia، يحصل ايه، يحصل inhibition، بالتالي كده خلاص عمل inhibition للسيروسيرك كده اللي مش هحس اصلا انا فين، تمام؟ يعني مش هيحصل لها stimulation، دي اللي هيحصل لها stimulation ساعتها واحس ان انا بلف ناحيه اليمين، تمام كده؟ على عكس بقى الفيرتيكال، على الفيرتيكال يعني هورزونتال كانالز، الفيرتيكال هورزونتال كانالز، قصدي الفيرتيكال هورزونتال كانالز، يعني بصوا الفيرتيكال سيمي سيركل كانالز عكسها بقى. في الفيرتيكال ان الكاينوسيليم بتلاقيها لوكيتد اواي فروم ذا يوتركل، هو بصوا احنا مش هنتكلم اصلا على الفيرتيكال، على الفيرتيكال كانالز خالص، تمام كده؟ بس عشان ايه، عشان انا هلخبطكم لما انا اقول لكم واحده ناحيه هنا وواحده ناحيه هنا، احنا نحفظ الهورزونتال والفيرتيكال عكسها، نحفظ الايه الهورزونتال والفيرتيكال عكسها. الهورزونتال عامله ازاي؟ الهورزونتال الكاينوسيليم لوكيتد توارد ذا يوتركل، تمام كده؟ ادي اهو. انا برضو تاني انا مش عايزه ادي الموضوع اكبر حجمه لان الموضوع بسيط جدا، بس عشان مش عارف كبرت الموضوع والله. ادي ايه، دي الهورزونتال كريستي، تمام كده؟ في الهورزونتال كريستي او كريستا او في الهورزونتال سيمي سيركل كانال عندي الهير سيلز او الكاينوسيليم يعني موجوده ايه لوكيتد توار ذا يوتركل، وبالتالي امتى يحصل ستيميليشن؟ يحصل ستيميليشن امتى؟ لما الاندولينف او الكوبيلا، يعني الاندولينف يحرك الكوبيلا توار ذا يوتركل، ساعتها هتقوم الستيروسيلا بين توار ذا كاينوسيليم ويحصل ستيميليشن، تمام كده؟ عكس انا بقوله ده بقى في الفيرتيكال هورزونتال، في الفيرتيكال سيمي سيركل كانال مش هنتكلم عليها اصلا، تمام؟ بس بقول لك ان انا عندي العكس. نقول تاني، عندي الميكانيزم في ستيميليشن، انت يحصل ستيميليشن نفس الكلام، يحصل ستيميليشن لما الاستروسيلات بين ستوار كاينوسيلين، مين اللي هيخلي الاستروسيلات تحرك ناحيه الكاينوسيلين؟ حركه الاندولينف، الاندولينف يحرك الكوبيلا اللي هي جواها السيلز ديت ويخلي الاستروسيلات بين ستوار كاينوسيلين، ساعتها يحصل ستيميليشن، تمام كده؟ ان الروزونتال كانالز ذا كريست از ستيميليتد وين ات بينز توارد ذا يوتركل، على حسب كما احنا سائلين هناك ان في الروزونتال كانالز الكريست يحصل لها ستيميليشن امتى؟ لما بينز توارد ذا يوتركل، لان الكاينوسيليا توارد ذا يوتركل، بالتالي لما حركه توارد ذا يوتركل الاستريوسيليا هتميل على
الكاينوسيليا بيحصل استيميوليشن تمام كده، وايل الفيرتيكال كانالس العكس بقى خلاص مش هنقول. اتش سي بي سيركل كانالس از ماكسيمالي ستيموليت باي موفمنت تيكينج بليس ان اتس برين. اه يعني مثلا انا لما لو هلف يعني انا واقف اهو هلف هورزونتال يعني هلف حوالين نفسي كده وانا عايز يعني الف اللفه العاديه زي هورزونت، هعمل ستيميوليشن ايه للهورزونتال سيستم سيركل كانال. طب مثلا ركبت اللي عارفين انتوا اللي اسمه دوت المقص مثلا اللي هو بيلففك، لعبه المقص دي اللي هو بيلففك بشكل يعني اسمها ايه براس دي اللي هو يعني يخلي رجلك فوق وراسك تحت مدلدله دي عارفينها، دي يعمل ستيميوليشن لمين؟ اعمل ستيميوليشن للفيرتيكال سيستم سيركل كانال. مش ده القصد، بيقول لك ان انت كل سيستم سيركل كانال بيحصل لها ستيميوليشن في الموفمنت تيكينج بليس ان اتس بلين، حسب انت بتلف انهي بلين هعمل ستيميوليشن للسيستم سيركل كانال الموجوده في البلين ده تمام كده. تمام تعالى بقى نشوف الفانكشن بتاعت اسمي دوت تعالى نشوف كده احنا معانا ايه. تمام تعالى نشوف بقى الفانكشن بتاعت اسمي دوت بتاعت الكريست امبولرز دي. ديتكت انجولار اكسلريشن يعني ايه روتيشن، اعرف انا بلف انا بلف فين، يعني انا مثلا احس ان انا بلف تمام كده. ديتكت انجولار اكسلريشن مينتين بوستشر ديورنج روتيشن، احس ان انا بلف وكمان تحافظ عليا ان انا الف وما اقعش. احنا عايزين كلنا بنلف، هل بنقع؟ ممكن نقع بعد ما نلف وهنعرف دلوقتي ليه. طيب زي ار ستيموليتد اللي سمس روك اناليز دي بيحصل لها ستيموليشن امتى؟ ات ذا بيجنينج اوف روتيشن، في اول ما ببدا الف بحس ان انا بلف، واند اوف روتيشن في نهايه اللفه، اند باي انكريزنج اور ديكريزنج ذا فيلوسيتي اوف روتيشن، يعني انا بدات الف وخلاص انا بدات الف حسيت انا بلف، طول ما انا بلف بقى خلاص كده بسرعه ثابته مش هحس ان انا بلف، الا لو غيرت في الا لو غيرت في الفيلوسيتي بتاعتي في السرعه بتاعتي زودت او قللت هحس ان انا بلف تمام كده. بس انا ستيموليشن امتى؟ بيقول لك بيقول لك وايل زي ار نوت ستيموليتد ديورنج روتيشن، مش هيحصل لها ستيموليشن ديورنج روتيشن، بس انا بايه وذا كونستنت سبيد، لو انا بلف بسرعه مستقيمه قصدي بسرعه ثابته زي الروتيشن اوف ذا ايرث بالظبط. احنا عارفين ان الارض بتتحرك، يعني احنا قاعدين اهو الارض الكره الارضيه بتتحرك بسرعه رهيبه جدا، هل احنا حاسين انها بتلف بينا؟ لا. ليه بقى؟ لان هي بتلف كونستنت سبيد، بتلف بسرعه ثابته، فانا ما عملتش ستيموليشن للسيمي سيركل كانال بتاعتي فما حسيتش بروتيشن تمام كده. بالتالي انت بيحصل ستيموليشن للسيمي سيركل كانال وسرعه ستيموليشن از بيجنينج اوف روتيشن في بدايه اللف في اللف او الدوران ونهايه الدوران، او لو انا غيرت في الزيت بتاعتي تمام كده. تمام الاكزامبل بتاعتي بقى اهو، انا عندي هنحط الاكزامبل اللي انا هشرحه عليه دلوقتي. ات اف ا سبجكت از روتيتد، لو انا مثلا هلف فروم ذا ليفت تو ذا رايت، از فروم ذا ليفت تو ذا رايت صح، ان ذا هوريزونتال بلين اند ذا فولوينج ويل اوكر، هلف ايه؟ هلف ناحيه اليمين فروم ذا ليفت تو ذا رايت تمام كده. ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا نشرحها على الرسمه تمام، وسيبوكوا بقى من اي حاجه كده ونتخيل مع بعض، لان هو تخيل 95% لما يكون 100% بحت تمام كده. بسم الله. دلوقتي هجيب كده ورقه وتلفها ورقه وتلفها كده تلفها على بعضها وحط لي قلم خلاص كده يعني، وانا بقول اهو اعمل اعمل اللي انا بقوله عليه. هجيب ورقه تلفها على بعضها كده تكورها وحط جواها قلم تمام. طيب بلي انا دلوقتي اهو هلف ناحيه ايه؟ هلف ناحيه اليمين، هلف ناحيه ايه؟ فروم ذا ليفت تو ذا رايت، هلف ايه؟ هلف يمين. طلع قلمنا بقى وركزوا الحته دي بس الوحيده اللي محتاج نركز فيها، وهي والله العظيم سهله بس نركز. هلف ناحيه ايه؟ ادي رايت اهو، هلف ناحيه الرايت سايد تمام كده. طيب انا بقى انا السهم ده، انا السهم اللي شايفينه ده، شايفين السهم ده، انا السهم ده، انا هلف ناحيه الرايت تمام كده. بس الاندو لينف مش هيلف معايا وكانه يعني هيلف عكسي ناحيه الشمال. ليه بقى؟ الورقه اللي انا حاطه لك حط فيها القلم دي لفها يمين بسرعه، لفها يمين بسرعه هتلاقي القلم بيقع في الارض تمام، وكانه لف عكسي، هو لفش عكسي ولا حاجه، هو فضل في مكانه نتيجه ايه؟ الانيرشيا. الانيرشيا زي ايه؟ مقاومه الحركه، بيقاوم حركتي فتلاقيه وقع في الارض، القلم وقع في الارض تمام كده. طيب انا اتحركت ناحيه اليمين بس الاندولينف وكانه اتحرك عكس ناحيه الشمال، فخد الكوبيلا دي وعملها ستيميليشن، خد الكوبيلا دي وعمل وراحت ناحيه اليوتركل كده حصل لها ايه؟ حصل لها ستيميليشن. انا في هوريزونتال، هو انا في هوريزونتال، سيبكم بقى من الفيرتيكال خالص، انا في هوريزونتال زي ما احنا اتفقنا ان الكاينوسيليم لوكيتد توارد ذا يوتركل، ادي الكاينوسيليم وجنبها سيروس صغيره، فالاندولينف قام واخدها ناحيه اليوتركل كده حصل ايه؟ حصل لها ستيميليشن تمام كده. طيب وفي نفس الوقت خد اللي في اللي ناحيه الليفت دي وخدها اواي فروم ذا يوتركل وكده حصل لها انهبيشن تمام، فانا حصل لها ستيميليشن ايه؟ الرايت، فادتني احساس ان انا بلف ناحيه اليمين، ودي صح ودي